السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي برنامج الفري كاد بنستخدمه في الشغل بتاعنا؟ هو برنامج مجاني اوبن سورس وفي حاجات كتيرة جدا، يعني مجرد تيجي على رقم ستارت ديت تمام وتدوس عليها هتلاقي حاجات كتيرة بتطلع لك، حاجات خاصة بالبيم هيوات، حاجات خاصة بالانترسم كاد، حاجات خاصة بالسكتشر، حاجات خاصة روبوت بالباص بالبوينت اوبن اسكاد. مجرد ان انت تختارها الواجهة كلها تختلف، ممكن تعمل محاكاة لتدفق الهواء وتدفقات المياه داخل المبنى وتحليلها، ممكن يستورد ويصدر ملفات للبيم، ملفات اي اف سي زي اندستري فاونديشن كلاسز، فتقدر ان هو يتفاعل مع شغل البيم بشكل جميل. يقدر اكتر من واحد يشتغل في نفس الوقت على برنامج الفري كاد. ممكن تعمل فاميلي وتصدرها للريفت عادي، ممكن تعمل الوثائق من عليه. فهو ميزه اللي فيه ان هو اوبن سورس، في ناس كتير بتعمل حاجات جواه، يعني ادنس جواه مجانيه، بتقدر ان انت تعمل حاجات زي كده. ممكن يساعدك في جزء معين، مثلا تفصيله معينه عايز تعملها، فاميلي معينه عايز تعملها. فلما انت بتشتغل عليه مثل ان انت مش هتدفع فلوس، البرنامج خفيف ما فيهوش اي مشاكل خالص، هيعجبكم ان شاء الله. هسيب لكم شرح ليه اسفل الفيديو. هو من البرامج اللي يستحق ان الواحد يتعلمها لانها بتفيد في الشغل بتاعنا.